لو ما تعرفش حاجة عن مبيان الصروف تعال وانا اعرف. الاسم العلمي استوباتوبود، جمبري الصروف او الجمبري الناسك او الروبيان الصروف الطابوس او المانتس شريمب، كل دي مسميات بتجتمع على وحش واحد طوله لا يتعدى الـ 24 سنتي. وهو واحد من القشريات البحرية، بيستوطن المياه الاستوائية او الاستوائية الضحلة في المحيط الهندي والمحيط الهادي. اللي بيعيش في المياه المالحة في درجة حرارة ما بين 22 ل 25 درجة. وبيصل حجمه عند البلوغ من 18 ل 24 سنتي، يعني حوالي ربع متر. القاتل المسلح ده ربنا ميزه بقدرة هائلة، بعيون قادرة على تحليل الحزم الضوئية الدقيقة جدا، لأنه بيملك أكثر العيون تطورا، واللي بتعمل كل واحدة منها على حدة وبشكل منفصل، وبتقدر تحلل الأضواء المستقطبة والأشعة فوق البنفسجية ورؤية موجات الأشعة تحت الحمراء. يعني يقدر يشوف فريسته حتى لو مستخبية ورا حجر. دورة حياته بتصل لأكتر من 20 سنة، كل ده كوم، وقدرته ومهارته القتالية كوم تاني. لأنه بيمتلك قبضتين قادرين على تدمير كائنات أصلب وأكبر منه في الحجم بمنتهى البساطة. وده لأنه مصنف بأنه صاحب أقوى وأسرع لكمة في مملكة الحيوان. وبتسمى مخالب المطرقة. قوة الضربة بتسجل 1500 نيوتن، وسرعتها 83 كيلومتر في الساعة من وضع الثبات. يعني أسرع 50 مرة من إنك ترمش بعينيك. متخيلين كائن من الحجم ده وبيمتلك القوة دي؟ مش بس كده، ده من كتر سرعته وقوة لكمته، اللكمة بتسخن المية المحيطة بيه لدرجة حرارة تكاد تطابق حرارة سطح الشمس. زي ما سمعت كده، تكاد تطابق حرارة سطح الشمس. تكاد تطابق حرارة سطح الشمس. وبمناسبة ان عينيه بتقدر تحلل موجات الأشعة تحت الحمراء، فده معناه انه بيقدر يشوف الخلايا السرطانية جوه جسم المريض. وبعد عدد من السنين تمكن العلماء من ان هم يخترعوا كاميرا بتكشف الخلايا السرطانية في جسم المريض محاكاة رؤية الروبيان الصروف. عينيه بتعمل بشكل منفصل لاستهداف فريسته بأفضل شكل. عندنا من روبيان الصروف اكتر من 400 نوع، واللي منهم الشكال اللي المصريين بيحبوا ياكلوه. واللي ما تعرفوش عن الروبيان الصروف ان هو زوج وافي جدا، بيكتفي لزوجه واحده يقدر يعيش معاها اكتر من 20 سنه. الروبيان الصروف او المانتس شريمب اقدم من الديناصورات على الارض، وكان موجود على الكوكب من حوالي 400 مليون سنه، يعني قبل ظهور الديناصورات بحوالي 170 سنه. وفي النهايه نقدر نقول ان الروبيان الصروف قدر يحتل مكانه كبيره جدا في قائمه الحيوانات الاكثر غرابه على وجه الارض، ومن وجهه نظري انا بعتبره بطل خارق، سوبر هيرو متنكر في شكل جمبري. اشوفكوا على خير. لو عجبتك الحلقة دوس لايك، لو ما عجبتكش دوس لايك برضه.